السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذة هالة معلمة الرياضيات. سوف ندرس اليوم درس جديد بعنوان التعامل مع الأعداد العشرية والقصور العشرية للصف الخامس. قبل أن ندخل على حل هذه التمارين كتاب الطالب، لابد أن نعرف أهداف الدرس. أول حاجة، أهداف الدرس: 1- أن يستطيع الطالب أن يستخدم الترميز العشري، أجزاء العشرية وأجزاء المائة، ويفهم ما يمثله كل رقم. 2- أن يستطيع الطالب أن يقرب العدد الذي يحتوي على منزلة عشرية واحدة أو منزلتين إلى أقرب عدد كامل. رقم 3- أن يستطيع الطالب أن يرتب الأعداد التي تحتوي على منزلة عشرية واحدة أو منزلتين عشريتين ويقارنهما باستخدام أكبر أو أقل. أولا، الهدف الثاني والهدف الثالث سوف يتم تحقيقهما في هذا الدرس من خلال حل هذه التمارين. أما بالنسبة للهدف الأول، هو كهدف تمهيدي للطالب لقد أخذه في الترم الأولاني، وهو الجزء من 10 والجزء من 100، وعرفنا كيفية معرفة هذا الرقم، هل هو جزء من 10 ولا جزء من 100. مثال على ذلك، لو قلت للطالب 162، الطالب هيقول لي 162، الاتنين ده هي خانة الآحاد اللي هي باتنين، الستة دي اللي هي خانة العشرات اللي هي بستين، الواحد ده اللي هي خانة المئات اللي هي بستمية، وهكذا. طيب، قال لي 162 4/13 من 100. أستاذة، دلوقتي ده يسمى علامة عشرية. عرفنا إن الأرقام اللي قبل العلامة آحاد وعشرات ومئات، الأرقام اللي بعد العلامة أخذناها في الترم الأولاني اللي هو جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000. يبقى الاتنين دي هي فعلا آحاد، الستة دي هي فعلا عشرات، الواحد دي اللي هي خانة المئات، الأربعة دي اللي هي ايه؟ جزء من 10، جزء من 10، الواحد اللي هي ايه؟ جزء من 100. طيب، التلاتة دي اللي هي ايه؟ جزء من 1000. جزء من 10 اللي هي ايه؟ 4/10. جزء من 10 يعني العلامة بعد رقم 1، حطيت الأربعة والعلامة العشرية وصفر. جزء من 100 يبقى العلامة بعد رقمين، يبقى 1 صفر، علامة عشرية صفر، اهو رقمين. جزء من 1000 يبقى العلامة بعد 3 أرقام، هي التلاتة هي كده، أول رقم، تاني رقم مفيش، تالت رقم مفيش، وراح أحط العلامة العشرية والصفر. حاجات دي قد تناولناها في الترم الأولاني. نرجع للسؤال الأولاني اللي هو رقم 1. بس قبل أن ندخل على رقم 1، عايز أذكر الطالب أن جزء من 10 وجزء من 100 سوف ندرسها في هذا الدرس، وكيفية رسمها في السؤال الخامس، وكيفية رسم الجزء من 10 والجزء من 100. نرجع للسؤال رقم 1. أمامك جزء من خط الأعداد، ما العدد التي سيوضع في المربع؟ 200 خط أعداد هنا، 998، 999، وهكذا. طيب، مش ملاحظين ان هنا 998 بقى 999، يبقى احنا زودنا واحد، يبقى ده 1000. الشرطة الكبيرة اللي بعدها 1001، الشرطة الكبيرة 1002، وهكذا. بس هنا طالب مني يا أستاذة الجزء المجهول اللي هو ده. طيب، عرفنا، نذكر نفسنا بس بخط الأعداد، إن هنا مثلا هنا كده 0، وهنا كده 1، وهنا كده 2، وهنا 3، وهنا 4، وهكذا. بين الصفر والواحد عدد لا نهائي، كم شرطة؟ 10 شرط، 2 3 4 5 6 7 8 9، 10. عرفنا لو مسكنا المسطرة نلاقي بين الصفر والواحد 10، بين الواحد واتنين 10، وهكذا. طيب، دلوقتي هل بين الصفر والواحد يا أستاذة هل يوجد أرقام؟ أيوة نعم، يوجد أرقام، بحيث أنا عندي 2 3 4 5 6 7 8 9 10، عندي 10 شرط. العشر شرط دول يا جماعة كل شرطة تمثل 1 من 10. ليه يا أستاذة؟ لأن أنا عندي هنا واحد، عندي هنا واحد، الواحد أقسمها على 10 شروط هيعطيني 1 من 10، 1 على 10 يبقى العلامة بعد رقم 1، 1 من 10، يبقى كل شرطة 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10، 4 من 10، وهكذا وهكذا لحد ما أوصل لتسعة من عشرة وبعدها اللي هو الواحد. نرجع هنا تاني، 998، 999، هنا 1000. طيب أستاذة، أنت حضرتك قلتي إن هو 10 شروط، هنا بس 5، 1 2 3 4 5. هنقسم العشرة، هنقسم العشرة على 5 شرط، هيعطي 2، هيعطي 2، يبقى كل شرطة باتنين من 10، يبقى هنا 1000، 1002 من 10، الجزء اللي مظلل ده كام؟
ألف وأربعة من عشرة، وهكذا. هنا 1006، 1008، وهكذا. نكمل. فاكرين الهدف الثاني اللي أنا قلت لكم إن إحنا هنحققه، اللي هو يستطيع الطالب أن يقرب العدد الذي يحتوي على منزلة عشرية أو منزلتين إلى أقرب عدد كامل؟ إحنا هنحقق هذا الهدف في السؤال رقم 2. في السؤال رقم 2 بيقول لي قرب هذه الأعداد العشرية لأقرب عدد كامل. يعني إيه الأقرب عدد كامل يا جماعة؟ يعني الأقرب عدد صحيح، يعني لأقرب عدد صحيح. يعني إيه صحيح؟ مفهوش علامات عشرية ولا كسر، ما يحتوي على علامة عشرية ولا كسر. يعني مثلا 100 عدد صحيح، عدد كامل. 10 عدد صحيح. طب لو قلت لك 10 وخمسة من عشرة وخمسة من عشرة، لا، فعدد عشري ما ينفع. هنا مثلا 5 واحد من 100، انا والله انا عايزة اقرب ده، اروح ابص على جزء من عشرة. فاكرين الجزء من عشرة في اول الفيديو اللي هو الرقم اللي قبل العلامة، الرقم اللي قبل العلامة. تعال هنا الصفر، هشوفه هل هو بخيل ولا كريم. والله لو بخيل ما يعطي للخمسة شيء، اما لو كريم هيعطي للخمسة واحد هيصبح ستة. الصفر بخيلة، هل هيعطي للخمسة شيء؟ لا، هيديني خمس. 9 52، ابص على الجزء من عشرة الخمسة. يا خمسة انت بخيلة ولا كريمة؟ قالت لاني كريمة. كريمة تعطي للتسعة واحد هيديني عشرة. يا ايه الاعداد البخيلة اللي نذكر بها نفسنا؟ اللي هي الصفر، الواحد، الاتنين، التلاتة، الاربعة. اما الكريمة الخمسة، الستة، السبعة، التمانية، التسعة، كل ده كريمة. طيب تعالوا هنا رقم جيم 6 65، الستة دي بخيلة ولا كريمة؟ لا، كريمة، هتعطي للستة واحد هيصبح سبعة. يوضح الجدول كتلة الأطفال عند ميلادهم من أثقل طفل. أثقل طفل يعني اللي كتلته كبيرة. مين هنا اللي كتلته كبيرة؟ هل موسى ال 435؟ هل نيرة؟ هل زياد؟ هل فريدة؟ هل فاطمة؟ لا، فريدة، لأن هي 5 61 من 100. رقم 2 بيقول لي رتب كتل الأطفال من الأخف إلى الأثقل. يعني إيه من الأخف؟ يعني اللي كتلته قليلة ثم الأكبر ثم الأكبر ثم الأكبر لحد ما أوصل إلى أكبر كتلة. طيب هنا تعال نشوف هنا مين أقل كتلة. أنا علشان أقارن أنا اللي أقل كتلة ببص ناحية اليسار. هنا 4، هنا 4، هنا 3، هنا 5، هنا 4. يبقى مين أقل واحد؟ 3 81 من 100. طيب رقم 2، هنا 4 وأستاذة هنا 4 وهنا 4. نشوف الرقم اللي بعده، هنا 5، هنا 7، هنا 3. لا، يبقى التلاتة هي رقم 2. رقم 3 اللي هو الخمسة، وبعدين هنا 7، يبقى هنا رقم 4. من الخمسة اللي هي 5 61 من 100. السؤال رقم 5. السؤال رقم 5 يا جماعة بيحقق الهدف الثالث، اللي هو أن يستطيع الطالب أن يرتب الأعداد التي تحتوي على منزلة عشرية واحدة أو منزلتين عشريتين ويقارنهما باستخدام أكبر أو أقل. السؤال رقم 5، اكتب العلامة الصحيحة أكبر أو أقل بين كل مجموعة ثنائية من الأعداد. قبل ما أخش على الهدف الثالث، عرفنا إن الهدف الثاني بتاع العدد الكامل إن أنا ببص على جزء من عشرة. لو رقم بخيل لا يعطي للي بعده شيء، أما لو رقم كريم بيعطي للي بعده واحد. نرجع تاني للهدف الثالث، بيقول لي اكتب العلامة الصحيحة أكبر أو أقل بين كل مجموعة. بيقول لي هنا 3 و3 من 100، 3 و8 من 10. بصوا بقى، ركزوا معايا جدا 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 جدا. دلوقتي في طلاب هيقولوا لي أستاذة 3، نركز كده مع بعض، 3 و3 من 100 و3 و8 من 10. في طلاب هيقولوا لي ايه ده، 3 هي نفسها 3 يا أستاذة من على اليسار، هنا 8 هنا 0، يبقى 3 و8 من 10 هي الأكبر. هي فعلا الإجابة صحيحة، 3 و8 من 10 هي الأكبر. بس أنا لو عايزة أعرف هي أكبر ليه بطريقة علمية شوية هنعرف دلوقتي. أول حاجة، هي هنا 3 و3 من 100، يبقى 3 من 100، يبقى هنا إيه؟ 3 من 100. حلو الكلام. وهنا إيه يا أستاذة؟ 3 و8 من 10، يبقى دي ايه؟ 8 من 10. انا علشان اقارن لازم يبقوا من نفس الفئة، يبقى هنا 3 من 100، يبقى هنا حاجة من 100 علشان اشوف انه الاكبر وانه الاقل. هنا 3 من 100 وهنا 8 من 10،
تمانية من عشرة بمثابة يا جماعة 80 من 100. تاني، 80 من 100، يبقى 8 من 10 بمثابة 80 من 100. ليه يا أستاذة؟ أنا دلوقتي يا جماعة لو رسمت هنا مربع مثلا، ورحت قسمت المربع ده إلى 10 أجزاء، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ورحت قلت لكم هنا الجزء الواحد، وهنا الجزء 2، وهنا الجزء 3، وهنا 4، وهنا 5، وهنا 6، وهنا 7، وهنا 8، وهنا 9، وهنا 10، ورحت قلت لكم ارسموا لي 7 مثلا، وليكن مثلا 9 من 10. يعني ايه 9 من 10؟ يعني 9 اجزاء. نكمل. لو قلت لكم هنا 10 اجزاء، يبقى هنا جزء، هنا 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حلو، رحت قلت لكم ارسموا لي 9 من 10. يعني ايه 9 من 10؟ يعني 9 اجزاء من العشرة دول. التسعة اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 اهي 9. يبقى انا رسمت كام يا جماعة؟ 9 اجزاء من 10. طيب رحت قلت لك بنفس النظام، انا لو رسمت مربع تاني يا جماعة، ورحت قسمت المربع ده الى 100 جزء، قسمت كل مربع الى 100 جزء، واحد يعني ارسم 10 اعمدة من هنا، 4 5 6 7 8 9 10، هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ركزوا كده معايا، يبقى هنا جزء من 10، تعالوا هنا جزء من 100، رحت قلت لكم ارسموا لي 13 من 100. 13 من 100 يعني ايه؟ كل سطر 10 مربعات، كل سطر كام؟ 10 10 10، لحد ما اوصل لكام؟ للمية. تمام، يبقى الجزء من 10، لما اقول لك 9 من 10 يبقى 9 اجزاء من العشرة دول. اما هنا جزء من 100، جزء من 100، يبقى انا قسمت الاجزاء ده الى كم؟ 100، الى 100 مربع. 100 مربع يعني قلت لك 13 من 100، يبقى كام؟ يبقى انا هظلل يا استاذة 13 13، اهي كل سطر 10، يبقى هنا 10، اظلل من هنا كده 10، ومن هنا كام؟ 1 2 3، 3 مربعات. يبقى انا كده ظللت كام يا جماعة؟ 13 من 100. طب قلت لك مثلا 15 من 100، يبقى كده 10، وناخد من هنا 5. طب ولو قلت لك 20 من 100، لا يبقى انا هظلل 10 فوق وهنا كده 10 تحت، وهكذا. تمام. طيب استاذه، ايه علاقه اللي حضرتك بتقوليه بده؟ علاقتي ان انا عايزه افهمكم يعني ايه جزء من 10. 8 من 10 يعني 8 اجزاء من 10. يعني ايه 3 من 100؟ وليكن هنا لو عايز ارسم 3 من 100، يبقى انا هاخد 3 مربعات بس. يعني ايه؟ نفس المربعات، ما اختلفتش، نفس المربعات. طيب ليه استاذه حضرتك قلتي 8 من 10 بمثابه 80 من 100؟ ليه؟ لان التاسعة من مثلا، تعالوا هنا ناخد المثال هنا، 9 من 10 مش هي نفسها لما اقول لك 90 من 100؟ 90 من 100 هنا 8 من 10، اهي 8 من 10 اللي هي بتساوي 8 على 10. امال 80 من 100 هي نفسها 80 على 100 اللي هي نفسها 8 على 10، صفر هتروح مع صفر، يبقى 8 على كام على 10. ايه ده؟ دي 8 من 10 يا استاذة هي نفسها 80 من 100. تمام، يبقى انا لما يقول لي 8 من 10 معناها 80 من 100، 8 من 10 80 على 100، صفر هتروح مع صفر هيعطي لي 8 من 10 اللي هي 8 من 10. تمام، يبقى انا علشان اقارن بينهم لازم يكون نفس الفئه. هنا 3 من 100، هنا 8 من 10، احنا اتفقنا هتبقى كام؟ 3 و 80 من 100. يبقى 80 اكبر ولا 3 من 100؟ لا، 80. تمام، تعالوا هنا مثلا في المثال رقم ب، 4 و 14 من 100
4.2، هنا 4.14، هنا 4.2، 2 من 10 دي اللي بالميزان بكام؟ 20 من 100. انه الكبير؟ لا، يبقى 20. هنا 6.78 من 100، هنا 6.87. انه الكبيرة؟ الستة، هي الستة نفس الفئة يا أستاذة، من 100 من 100. هنا 8، هنا 7، لا يبقى دي أكبر. هنا 3 من 10، 13 من 100، لازم يبقى من نفس الفئة. هنا 13 من 100، هنا 3 من 10 بمثابة 30 من 100. 3 من 10 اللي هي 3 على 10، 30 من 100 اللي هي 30 على 100، 0 مع 0 هيتفضلي 3 على 10 زيها. 30 ولا 13؟ لا طبعا 30. تمام. طيب ناخد السؤال رقم 7. أي القصور العشرية التالية أقرب قيمة للعدد 1 من 10؟ 1 من 10 اللي هي بمثابة كام؟ 1 من 10 يا أستاذة بمثابة 10 من 100، 10 من 100. تمام، 1 من 10 اللي هي بمثابة 10 من 100، لأن 1 من 10 اللي هي 1 على 10، 10 من 100 اللي هي 10 على 100، 0 راحت مع 0، 1 على 10 هي نفسها 1 على 10. يبقى فعلا ايه الاقرب للواحد من 10 اللي هي 10 من 100؟ هل الواحد من 100 ولا 5 من 100 ولا 2 5 من 10 اللي هي 50 من 100، ولا 2 من 10 اللي هي 20 من 100، ولا 11 من 100، ولا 90 من 100؟ لا، 11 هي الاقرب لل 10 من 100. رتب الاعداد العشريه من الاكبر الى الاصغر. يلا، انه الاقرب انه الاكبر يا جماعه؟ اسيب لكم ده واجب، اشوف اجتهاد الطلاب هيحلوها ازاي. خلي بالكم زي ما انا معلماكم، لازم ان احنا علشان نعمل هنا مثلا من 10، لا هنخليها من 100، يبقى 40 من 100، هنا بقى 2 من 10 20 من 100، وهكذا. نخلي ده واجب للطلاب، هنشوف هيحلوها ازاي. السؤال رقم 9. لتا احمد البطاقات الاتيه 2 3 5 وعلامه عشريه، بيقول لي ما الأعداد.